لو شابتر الانجل موديليشن. وهذا بيعني مثل ما حكينا المره اللي فاتت انه انتهينا من موضوع الاي ام بانواعه المختلفه. فطبعا الامبليتيود موديليشن كان مثل ما شفنا بتالف من عمليه بيقوم فيها المسج ام اوف تي بتغيير احد البارامترز تبع الكارير اللي هو بالذات الامبليتيود عشان يطلع لنا الموديليتد سيجنال. يعني الموديليتد سيجنال هي نتيجه تفاعل معين ما بين الكارير والمسج يتم فيها تغيير الامبليتيود. وهذا الامبليتيود او الانويل هوب كان بتناسب بشكل خطي مع ام اوف تي ولذلك سميناه امبليتيود موديليشن وسمينا الام اوف تي موديليتنج سيجنال الاي ان جي لانه هي التي تقوم بالفعل. طبعا شفنا انه في بعض الانواع من الاي كان عندنا كارير كومبوننت منفصله ان موديليتد كارير كومبوننت قائمه بذاته ومنفصله وموجوده مقابل انه كان عندنا حدود اخرى سميناهم السايد بانز. هذول كان لهم يعني فيهم دور للكارير وان كان الكارير مش موجود على شكل اشاره مستقله انما في النوع الاول من الاي ام كان موجود كاشاره مستقله. وطبعا شفنا العيوب اللي موجوده بالاي ام بالذات ما يتعلق بموضوع الباندويد وما يتعلق بموضوع الباور وحاولنا ان نحلهم ويعني يعتبر انه حليناهم لكن طبيعي على حساب كل حل من الحلول اللي عملناهم كان بترتب عليه بعض الاديشنال كومبلكسيتي كان النظام بنضاف عليه بعض التعقيدات الاضافيه. فيعني هاي القاعده قاعده بسيطه بالكوميونيكيشنز انه اذا بدنا نظام افضل او نخلصه من بعض العيوب اللي موجوده فيه معناته بدنا ندفع الثمن عن طريق الكومبلكسيتي. واللي بيصمم النظام هو عنده القرار يستطيع ان يعمل بالتعديلات ويدفع ثمن الكومبلكسيتي او انه يكتفي بالنظام الموجود بغض النظر شو عنده عيوب او ما عنده عيوب لانه الكومبلكسيتي ثمنها اكثر من المستطاع. طبعا النوع الثاني هذا اللي بندرسه الان من الموديليشن يتشابه مع النوع الاول اللي هو الاي ام بانه في عندنا مسج وفي عندنا كارير وفي عندنا ايضا موديليتد سيجنال. هاي العمليه مشتركه مع كل انواع الموديليشن وفي تفاعل ما بين المسج والكارير مشان يطلعوا لي الموديليتد سيجنال. الا انه الفرق الجوهري ما بين عمليه الموديليشن اللي بهذا الشابتر الانجل موديليشن انه انا ما بطلع انفلوب للموديليتد سيجنال يتناسب مع المسج انا بطلع انجل اوف دي موديليتد سيجنال هي التي تتناسب مع المسج وبالتالي الانفلوب تبع الموديليتد سيجنال ما له اي علاقه بالمسج ما له علاقه اللي له علاقه هو الانجل. لما تقول الانجل بدك تعرف انه هاي الانجل هي اي شيء ينفع أن يكون داخل الكوساين. هذا مشان أقرب لك الصورة. يعني أنت لما تقول والله أنا بدي كوساين الستين أنت ماذا تنظر للستين؟ تنظر للستين أنه هي زاوية يعني أنجل. طبعا إحنا بنقول الكوساين بس هو يجوز أيضا أي من أي من الاقترانات المثلثية تان أو كوتان أو ساين دائما هاي الفانكشنز نأخذهم لزاوية هاي الاقترانات تحسب لزاوية. فإذا كان أنا بتكلم عن الأنجل موديليشن معناته الكمية اللي بده يتم عليها الموديليشن هي الكمية التي تكون داخل كوساين أو ساين أو غيره. يعني ففي كثير ناس وهذا الكلام مهم ومهم أنه نستوعبه الآن أحسن بعدين منتلخبط فيه. في ناس بيقول لك والله أنا بعرف أنه في شيء اسمه فيز وبعرف أنه في شيء اسمه أنجل وفي ناس كمان بقول لك فيز انجل. هذه كلها تعبيرات منقوصة وان كان يعني بالمعنى او بالتعبير الدارج احنا ما بندقق عليها يعني يسموا اللي بدهم اياه ناس انجل ولا فيز انجل ما مش كثير مشكلة كبيرة يعني طالما انه الفكرة تصل. هلا هون بهذا الشابتر ما بنفع
ما بينفع، لأنه الموضوع مش موضوع فكرة تصل، الموضوع موضوع حل، موضوع حسابات، وموضوع علاقات معينة بين أشياء معينة. فبالتالي إحنا بالنسبة لنا الآن قل رايحين نعرفها بدقة وبدقة شديدة، إنه هي كل ما هو داخل الكوساين. وهذا الأنجل راح يكون له جزئين مهمات. الجزء الأول يعتمد على التردد، ولا أقول إنه الجزء الأول هو التردد، لا، الجزء الأول يعني شغل بتعتمد على التردد، والجزء الثاني هو الفيز. يعني الفيز موجود كجزء من الأنجل، لكن الفيز مش هو كل الأنجل، في قسم ثاني بيظل من الأنجل. هذا القسم الثاني يعتمد على التردد، ونستطيع أن نحسب منه التردد. فبالأنجل موديليشن، the angle of the carrier wave is varied according to the baseband message. هذا الكلام أنا قلته already. In this method, the amplitude of the carrier wave is maintained constant. يعني الموديليتد سيجنال amplitude ما له أي علاقة مع المسج، يبقى ثابتا، ما بنغيره ولا بنسوي له شيء. An important feature of angle modulation is that it can provide better discrimination against noise and interference than AM. ليش طيب؟ يعني الآن هو يدعي إنه الـ angle modulation بتحمل مواضيع النويز والانترفيرنس بشكل أفضل من الـ AM. السبب طبعاً بسيط، إنه هاي النويز والانترفيرنس وأغلب المشاكل الأخرى التي تقع على الـ على الـ على الإشارة بالشانل هي تؤثر على الامبليتيود. فبالتالي إذا كنت حامل أنت كل معلوماتك بالامبليتيود زي الـ AM، معناته المعلومات هاي ستتأثر بشكل مباشر، تتأثر. لكن إذا كان هاي المشاكل من attenuation، من distortion، من noise، من interference، من أي شيء آخر، إذا هي بالفعل أثرت على الامبليتيود، لكن أنت هذا الامبليتيود مش حامل فيه أي معلومات، فما الضرر أو أين الضرر على المعلومات؟ لا يقع ضرر على المعلومات. طبعا هذا بالكلام العام. لما نيجي ندخل بالعلاقات التفصيلية، الرياضيات والأمور هاي، نجد أنه يصل إلى الأنجل بعض التأثير، ولكنه تأثير لا يكاد يذكر. ولذلك، وهذا كلام إحنا حكيناه قبل هذا الوقت، والآن بنعيد بنكرره لأنه دخلنا في موضوع الأنجل موديليشن، لما تسمع نفس الإذاعة أو حتى إذاعتين مختلفات يعني على الراديو، مرة AM ومرة FM، تجد أن هناك فرقا هائلا في الجودة. وإذا خيرت يعني إذا نفس الإذاعة بالفعل موجودة AM و FM، فقطعا أنت راح تختار الـ FM لأنه جودته أعلى ونقاء الصوت أفضل بكثير. فهذا السبب الرئيسي له. طبعا في اسباب ثانيه برضه رايحين نتعرف عليهم، لكن هذا تقريبا اهم سبب، انه المعيقات اللي بتشانل والمؤثرات اللي بتشانل تؤثر على الامبليتيود، بينما الامبليتيود عندنا احنا يكاد يكون ما له اي اعتبار، وان كان له اعتبار يعني في اعتبار قليل جدا. ولذلك هاي النويز والانترفيرنس ما لهم اي اداء او يعني تاثير كبير على الاداء. طيب، this improvement in performance، يعني الآن في تحسن بالأداء، هذا التحسن بالأداء is achieved at the expense of increased transmission bandwidth. يعني زي ما تعودنا already، ليس هناك أي شيء مجاني، بدنا الآن نحصل على أداء كبير، أداء ممتاز مقارنة مع نظام آخر زي الـ AM. طيب شو الثمن؟ إذا لابد من ثمن. هذا الثمن وعبارة عن زيادة واضحة وكبيرة جدا في الباندويث. وإذا بنرجع للأمثلة اللي ضربناهم في موضوع الـ FDM، لما قلنا ضربنا مثال الـ AM راديو والـ FM راديو، قلنا إنه بالـ AM ما بين الشانل والشانل 9 كيلو، لكن بالـ FM كم؟ مين بتذكر؟ 200 كيلو. أيوة، كان 200 كيلو، نعم 200 مش 2 ميجا، 200، لأنه هي الفوارق 0.2. إذا بتطلع على قنوات الـ FM تجد أنه 93.1، 93.3.5 وهكذا، حوالي 0.2. فيعني فرق لما يكون 200 كيلو ما بين الـ 2 channels أو 9 كيلو، يعني أكثر من 20 ضعف،
وهذا يعني نسبة كبيرة جدا. لما احنا لو الشغلة صارت ضعف واحد بنعتبر انه مشكلة، فما بالك اذا صارت 20 ضعف. وانتوا شفتوا انه بالدي اس بي والاس اس بي احنا كنا بنقارن دبليو مع 2 دبليو، ونعتبر انه الدبليو احسن بكثير من 2 دبليو. طب ما رايك بالدبليو مقابل 20 دبليو؟ هاي العملية. ف طبعا بالاف ام هناك بعض الطرق برضو للتحكم في موضوع الباندويد وللتقليل منه وإلى آخره، إن شاء الله بنتعرف عليها شوي شوي. إلا أنه في كل الأحوال سيبقى الـ SM باندويد أعلى بكثير من الـ AM باندويد، ماشي؟ يعني إلا في بعض الحالات الخاصة، بعض الحالات الخاصة جدا يعني اللي بيكون فيها الـ FM باندويد قريب من الـ AM باندويد. حد عنده أي سؤال؟ أي دكتور؟ نعم. بس احنا حكينا انه بالامبليتد موديليشن بيكون عندي نويز واتينيويشن، فممكن ياثر على المعلومات لانه احنا بنقولها بال صح بس بالاف ام انا عندي كمان اللي هي الفيز كونستنت او البيتا، ممكن انه انا بغير الزاويه بنفس الوقت انه راح يصير عندي تغير من المكان، لا من الـ من الـ من الشانة ممكن، مش برضو بيأثر على لأنه أنا بحامل معلومات الزاوية وهي برضو بتأثر على الزاوية. ما هو أنا حكيت لك إنه نعم صحيح كلامك، ويبقى فيه تأثير على الأنجل، ولكن هذا التأثير كثير محدود. يعني إحنا ما نفينا تماما إنه الشانل تؤثر على الفيز، لا الشانل راح تأثر على الفيز بشكل متفاوت. في بعض الحالات ممكن تأثر كثير على الفيز، لكن هاي حالات مش يعني مش معتبرة، مش حالة مش دائما يعني. يعني الغالب انه التاثير على الفيز قليل وقليل جدا. اي سؤال ثاني؟ طيب اذا لابد انه نحصل يعني اداء افضل مقابل باندويت اعلى. وبدنا الان احنا نوفق ما بين المسألتين المتعارضتين، يعني كل مكان الباندويت أعلى كل مكان الأداء أفضل كل مكان الثمن أعلى. طيب إحنا بدنا نقلل الثمن، إذا بدنا نقلل الباندويت، إذا بدنا نتوقع أداء نوعا ما أسوأ. ففي نقطة معينة، في نقطة معينة بده يصير فيها الأداء مقبول والباندويت مقبول، هذا اسمه تريد أوف، هذا اسمه تريد أوف، يعني عبارة عن نقطة الالتقاء. مثل أي حد بده يبيع شغلة وحدا بده يشتري الشغلة، بيقولوا لا ب50 لا ب30 لا ب40 لا بكذا، لحد ما يلتقوا في نقطة معينة تكون مقبولة بالآخر للطرفين. فهذا اللي بده يصير، احنا بنزيد الأداء بالدرجة اللي يبقى فيها الباندويت مقبول. لو صار الآن الأداء كثير كثير كويس بس الباندويت كثير كثير عالي، معناته بدنا نتراجع شوي. هذا اللي بيحصل في موضوع تريد أوف. طيب نطلع الآن على الإشارة اللي موجودة بمعادلة رقم 1. S of T بتساوي AC ضرب كوساين ثيتا I of T. أولاً حرف الـ I من كلمة instantaneous، يعني ثيتا I of T هي عبارة عن الزاوية اللحظية للمودوليتد سيجنال. أوكي؟ للثيتا I denote، خلينا أكتب لكم هون كلمة instantaneous. عشان حرف الـ I. إذن ثيتا هي الانستانتينيس انجل اوف دي موديليتد ويف او دي موديليتد سيجنال. مثل ما احنا شايفين هاي الثيتا موجوده داخل كوساين، وبالتالي هذا الوضع من الناحيه الرياضيه سليم. انا بعمل الكوساين للانجل، ذاتس ات. هلا الان الاشاره اللي بمعادله رقم 1 واضح انه فيها جزئين فقط، الامبليتيود والانجل. الامبليتيود سميناه اي سي. طبعا شو هو AC؟ AC هو الكارير امبليتيود، وهذا عبارة عن ثابت، هذا عبارة عن ثابت. لو طلب منا انه نجيب الانفلوب لهاي السيجنال اللي موجود بمعادلة واحد، راح يكون الانفلوب equals AC وهو عبارة عن ثابت. وبالتالي هاي اول شغلة تعلمناها الان، انه الانفلوب تاع الانجل موديليتد سيجنال ما له اي علاقة بالM of T، ولا يتناسب معها لا خطيا ولا غير خطيا، ولا تظهر M of T أبداً في هذا الانفلوب. constant
هذا الانفلوب. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، لو طلب مني احسب الباور، اوكي، لو طلب مننا نحسب الباور اللي موجوده بالSFT في معادله واحد، نجد انه هاي الباور تساوي AC تربيع على 2 وستبقى كذلك بغض النظر عن ثيتا اي اوف تي. يعني طبعا ثيتا اي اوف تي بده يحمل معلومات عن ام، ما في كلام، هذا انجل موديليشن، اذا الانجل تعتمد على الام، فيعني مش سر انه ثيتا اي تعتمد على الام. لكن هل الباور تعتمد على الثيتا اي؟ لا، اذا الباور لها تعتمد على الام. احنا شفنا انه بالاي ام الباور اللي موجوده بالاس اوف تي تعتمد على الموديليشن اندكس اللي هو يعتمد على الام اوف تي، صح؟ الموديليشن اندكس كان عباره عن كي اي ضرب اي ام. وشو الاي ام؟ اي ام هو الامبليتيود تاع ام اوف تي، فكانت الام اوف تي تستطيع ان تغير في الباور اللي موجوده بالاس اوف تي، وشفنا انه هي تتغير من اي سي تربيع 2 الى 3 على 2 اي سي تربيع على 2 بفعل ام اوف تي. هذا الفعل الان غير موجود وستبقى الباور اي سي تربيع على 2. هاي لمين؟ للسيجنال، للاوفرول سيجنال، للاس اوف تي، للموديليتد سيجنال. فاذا ليس هناك اي دور للام اوف تي بالتوتال باور، والدور كلياته للكارير امبليتيود لا اكثر ولا اقل، اي سي تربيع على 2. طيب هلا الان ثيتا اي اوف تي، ثيتا اي اوف تي هي عباره عن انستنتينيس انجل، وبالتالي هاي تتالف مثل ما قلت انا من شوي من فيز كومبوننت، من فيز كومبوننت، وتتالف من انذر كومبوننت ذات ديبندز اون فريكوانسي. يعني انا لم اقل، وهي للمره الثالثه يمكن بعيد هذا الكلام، ما حكيت انه الثيتا فيها فيز كومبوننت وفريكوانسي كومبوننت، لا، يعني احنا ما بنجمع الفريكونسي مع الفيز، في طريقة للجمع، يعني اذا عندي فريكونسي وعندي فيز، بس هذه الطريقة لا تجمع جمع مباشر الفريكونسي زائد الفيز، وفي علاقات هلا بعد شوي بنشوفه. فهذول التو كومبوننتس اللي هو تاع الفيز وتاع الفريكونسي، ممكن اي واحد فيهم نربطه بعلاقة خطية مع مفتي. فإذا كان الربط، إذا كان الربط بالعلاقة الخطية، إن عند الصوت يختم يا شباب. اللي عنده الصوت يسكر يا شباب. طيب نعم، الآن إذا كانت العلاقة الخطية ما بين الفيز of S of T and M of T، هذا صار phase modulation. وإذا كانت العلاقة الخطية ما بين الفريكونسي للS of T والM of T صار frequency modulation. إذن الأنجل modulation كم نوع عنده؟ عنده نوعين، عنده phase modulation وعنده frequency modulation. رايحين نتعرف عليهم اثنيناتهم بعد شوي، وإن كان التركيز راح يكون بشكل تقريبا شبه كلي على الفريكونسي موديليشن، على أساس إنه إحنا ممكن نعامل الفيز موديليشن على إنه نوع من أنواع الفريكونسي موديليشن. يعني في طريقة معينة ممكن نقرأ الفيز موديليشن على إنه ما هو إلا نوع من أنواع الفريكونسي موديليشن. طبعا بطريقة أو بأخرى نستطيع أيضا أن نقرأ الفريكونسي موديليشن على إنه نوع من أنواع الفيز موديليشن. فيعني هذا بيدل على انه النوعين في بينهم علاقه قويه، ولا نستطيع انه يعني نعتبر كل واحد فيهم شيء قائم بذاته بعيد تماما عن الاخر. لا، هو كل واحد قائم بذاته، اي نعم، لكن مش كثير بعيد عن الاخر. ففي اشياء ممكن انه تخلينا مثل ما قلت نعتبر اي واحد فيهم هو نوع من انواع الاخر او حاله خاصه من النوع الاخر. هذا كله راح نتعرف عليه بعد شوي، لكن هذا يبرر انه احنا ما راح ندرس كل شيء للاف ام وكل شيء للبي ام، يكفي انه ندرس كل شيء لواحد منهم فقط، وهذا الواحد فقط يعني مختار مسبقا انه يكون الاف ام. ويعني السبب له علاقه بالتاريخ، وله علاقه بالتكنولوجيا، وله علاقه بامور كثيره، وصار من حكم الامر الواقع. يعني الان ما بنتخيل انهم
الناس يعني يبلشوا يعملوا راديوز او انظمه اخرى ويصيروا بدل الاف ام يحطوا بي ام، ما خلص المتعارف عليه انه اف ام. فهذه اما هو ليس هناك فرق يعني كبير جدا في مواصفات الاف ام مواصفات البي ام. حد عنده اي سؤال لحد هون يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ الان عندي هاي العلاقه اللي هي معادله رقم 2 بنعرف فيها التردد اللحظي الانستانتينس فريكوانسي بالطريقه اللي موجوده امامكم. طبعا هاي المعادله المفروض انه مش جديده على اي حد. اف اي اوف تي بتساوي 1 اوفر 2 باي دي باي دي تي اوف ثيتا اي اوف تي. يعني احنا لو شلنا 2 باي، لو استغنينا عن موضوع 2 باي، الدي ثيتا اي اوف تي باي دي تي هي عباره عن التردد او الراديان فريكوانسي اوميجا اي اوف تي، مشتقه الثيتا هي عباره عن فريكوانسي. فال 2 باي طبعا حطيناها لانه احنا ما بنحب شلون بهاي الماده نتعامل مع الاوميجا، بنحب نفضل التعامل مع اف، مع متغير التردد اف، ولذلك اجت المعادله بهذه الطريقه. طيب in the simple case of an unmodulated carrier wave the angle theta i is equal to، يعني افترض انه اخذنا theta i of t اللي موجود بمعادله 3 2 باي اف سي تي زائد فاي سي. طبعا فاي سي عباره عن ثابت، قد يكون قيمته 0 قد يكون قيمته باي اوفر 3 ثابت. المهم حطينا هذا الثيتا اي من معادلة ثلاثة حطيناه بمعادلة واحد، فصار معادلة واحد عبارة عن اي سي كوساين 2 باي اف سي تي زائد فاي سي. السؤال هل تختلف هاي الإشارة الآن بعد ما عوضنا معادلة ثلاثة بمعادلة واحد، هل تختلف هاي المعادلة بشيء عن الانموديليتد كارير ويف؟ لا تختلف بأي شيء. واللي بده يعتبر انه هي اختلفت لانه عندنا الفاي سي، بحكيه الفاي سي عباره عن ثابت تستطيع ان تضع مكانه زيرو اذا كان ولا بد. فهذه كارير ويف، انموديليتد كارير ويف، هاي عباره عن انموديليتد كارير ويف. طيب لو الان اشتقيت هاي المعادله اللي هي رقم 3 طبقت عليها معادله 2، يعني اشتقيت ثيتا اي اوف تي بالنسبة الى تي وقسمت النتيجة على 2 باي، شو بيطلع معي؟ خلينا نشوف. نوال ابو سعد، وين نوال؟ طيب انس يامين، موجود دكتور؟ يلا اشتق لي يا انس. ايش السؤال؟ اشتق ثيتا اي اوف تي اللي هون حسب معادله 2. اشتقاقها 2 باي، اشتقها بالنسبه ل تي بتطلع 2 باي اف اوف سي والفاي ثابت. 2 باي مع ال 1 اوفر 2 باي بتطير، بضل بس اف اوف سي. يعني الجواب اف سي. ايوه. يعني يا أخوان لما حطينا الثيتا آي اللي هي معطاة بمعادلة ثلاثة مكان الثيتا آي اللي موجود بمعادلة واحد وصار عندي أي سي كوساين 2 باي إف سي تي زائد فاي سي، طلع التردد اللحظي كم يا أنس؟ التردد اللحظي أف أف سي. يعني شو بعني هذا الكلام يا أنس؟ هل في عندي أي تغيرات بالأنجل أو بالتردد تعتمد على أم أف تي؟ حاليا لا، لسه لا، ما عندنا. ولذلك هذا يحتفظ باسمه السابق، يعني لساته زي ما هو عباره عن unmodulated carrier، ما دخلنا الام اوف تي بالانجل نهائيا، وطلع معنا التردد اللحظي عباره عن كميه ثابته لا تتغير، والفيس طبعا كميه ثابته لا تتغير زي ما انتم شايفين، عباره عن فاي سي. اذا هاي الاشاره لحد هون بهاي الثيتا اي اللي موجوده بمعادله 3
لا هي انجل موديليتد سيجنال ولا هي فريكونسي موديليتد سيجنال ولا هي فيز موديليتد سيجنال، هي عبارة عن ان موديليتد كارير. حد عنده اي سؤال؟ There are an infinite number of ways in which the angle theta may be varied in some manner with the message m of t. يعني من حيث المبدأ بإمكاننا نربط الثيتا اي مع الثيتا اي of t مع m of t بأي طريقة نشاء. فinfinite ways to make this link ما بين الثيتا اي of t and m of t. لكن هل يا ترى إحنا بدنا نشتغل بهاي الطريقة؟ لا طبعاً. However, we shall consider only two commonly used methods. يعني راح نتبع طريقتين شائعتين فقط من الانفينيت methods كلهم، اللي هم الفيز موديليشن والفريكوانسي موديليشن، which are defined as follows. يعني الآن رايحين نعرف كل واحد منهم. لو بدأنا بالفيز موديليشن، أوكي نبدأ بالفيز موديليشن. إذا بتطلعوا الفيز موديليشن، وهذا التعريف يعني هو جديد فقط بألفاظه، ولكن بالإطار العام تبعه مش جديد علينا، لأنه إحنا بالAM ربطنا ما بين الانفلوب أو الامبليتيد مع الام وفي بعلاقة خطية. طلعوا هون شو بدي أعمل. بدي أعمل إنه فيز موديليشن PM is that form of angle modulation in which the angle theta I is varied linearly with the message signal M of T as shown by. هلا بتطلعوا على المعادلة 4. المعادلة 4 اللي هي عبارة عن theta I of T بتساوي 2 pi FCT زائد KP في M of T. نشوف لينا هديب. دكتور ما طلع على المعادلة يا لينا. أوكي. هل في عندك شيء في هاي المعادلة يتناسب بشكل خطي مع ام اوف تي؟ مع ام او كي بي. مش الكي بي نفسه اللي بتناسب مع ام اوف تي؟ نعم. شو اللي بتناسب مع ام اوف تي بشكل خطي يا لينا؟ مع ام اوف تي هلا عندي اصلا 2 باي سي اوف تي، هاي كمان خطي فثيتا اوف تي. طيب يا لينا ال 2 باي اف سي تي كيف تعتمد على الام؟ وين اعتمادها على الام؟ لحظه الكي اوف بي. عيد السؤال دكتور لو سمحت. السؤال بسيط علينا، في معادلة 4 بدي أعرف شو اللي بيعتمد بشكل خطي على M of T. معادلة 4 شو اللي بيعتمد بشكل خطي على M of T؟ FC. ما سمعتك علينا. FC FC. طيب علينا. سلام أبو سيام. وين سلام؟ سلام هاي المرة الثالثة مش موجود. يا ريت حد يتواصل معه ويفهمه هاي النقطة. أدهم بني ياسين. أدهم. موجود. ارفع صوتك يا أدهم. لا أنا سامعك كأنك كثير كثير بعيد. لساته الصوت كثير. أنا حاس أنك موجود يعني بس صوتك كثير بس كثير هابط ومش مفهوم. تمام. هيك واضح الصوت؟ لا والله لساته الصوت كثير ضعيف. طيب يا ادهم حل لي مشكله الصوت وارجع لك بعد شوي حتى لو بتطلع من الميتنج وبترجع. ماشي بدي اعدي عنك انا برجع لك بس لازم تحلها. طيب
عبين ما أدهم يحل مشكلته. نأخذ أحمد الدويكات. موجود دكتور. يلا يا أحمد، شو اللي بيعتمد خطيا على إم أوف تي بمعادلة 4؟ ولا أي شيء. ولا أي شيء يا أحمد. طيب شكرا يا أحمد. حمزة أسعد. حمزة حسام أسعد. ماشي. حمزة إذا مش موجود. أوكي. علي الكساسبة. نعم دكتور. يلا يا علي، شو رأيك بكلام زميلك علي؟ هل هناك أي شيء يعتمد خطيا على إم أوف تي؟ أكيد في غلط خطي براتب. لا مش فاهم عليك علي، مش فاهم عليك علي. بحكي أكيد رح يكون في علاقة خطية. طيب شو اللي بيعتمد خطيا على الإم أوف تي؟ معادلة 4. معادلة 4. ضم سلوس محمد. بس دكتور كيبي هو كونستنت يعني ما راح، مش عارف. الكيبي نفسه ثابت، مكتوب انه ثابت. الام اوف تي صراحه دكتور اتوقع هو طيب 2 باي اف سي تي البارت الاول اتوقع. طيب خلص يا علي، خلص ماشي يا علي. محمد علاوني. محمد بسام علاوني. دكتور معلش بس اجرب اخر تجربه. مين اللي بده يجرب؟ مين بده يجرب؟ انا عليك اساس. طيب اولا نتاكد محمد علاوني موجود او لا. شو بدك تحكي يا علي؟ دكتور موجود بس كان المايك مش راضي يفتح. مين اللي موجود؟ استنى شوي يا علي. محمد علاوني. وين جاوب؟ شو الحد اللي بيعتمد خطيا على إم أوف تي؟ محمد. الدكتور احنا حكينا انه الثيتا اوف تي، ثيتا اوف تي هي اللي راح تعتمد على الام اوف تي لينيرلي. طيب هلا الثيتا اوف تي مكتوبه امامك يا محمد، هي عباره عن هذا هذول الاشياء يعني، فهذول الاشياء شو اللي بيعتمد خطيا على الام فيهم؟ اللي بيعتمد على الام بشكل خطي تي زمن. خلينا نعطي علي يحاول كمان محاوله. يلا يا علي. دكتور بدك تحكي يا علي. اتوقع اللي دكتور سامعني؟ ما اسمع. هلا سامعك. احكي. اتوقع اللي هي ثيتا راح تكون الزاويه اللي بتعمل علاقه خطيه بيناتهم. طيب يا علي انت ما جبتش يعني جواب جديد. بيان الداود. بيان الداود وين؟ موجودة دكتور. شو يا بيان، ما الذي يعتمد خطيا على إم أوف تي بمعادلة 4؟ هي ثيتا تتغير اوريدي يعني مع الام تي بعلاقه خطيه. هذا الجزء احنا متفقين عليه انه ثيتا تعتمد خطيا على إم أوف تي. انا بحكي لكم يعني غير ثيتا اوف تي يعني بالضبط شو اللي بيعتمد خطيا على إم أوف تي؟ اف اوف سي. طيب واضح انه عندنا مشكله يا شباب. انا يؤسفني اقول لكم انه في عندنا مشكله. هاي المشكله انه يعني ثلاثه اربعه منكم، لا اقول الجميع بس في ثلاثه اربعه منكم اصروا انه اف سي هي اللي بتعتمد خطيا على ام اوف تي. انا بسالهم الان امام الجميع، بسال الشعب كامله، شو اللي جاب اف سي على ام اوف تي اذا كان اف سي هي تردد الكارير؟ ثم انه مكتوب الاف سي، هل انا كاتب اف سي بطريقه تدل انه هي في علاقه بينه وبين ام اوف تي؟
اف سي اخوان تردد الكاريير شو دخلوا بالام اف تي؟ الحد اللي يعتمد خطيا على الام اف تي كي بي في ام اف تي. لو كي بي ثابت، انتوا قلتوا لي ثابت وانا كاتب عنه ثابت، ايوه كونستانت كي بي. لو رسمت علاقه ما بين كي بي في ام اف تي وام اف تي شو بده يطلع لك؟ يعني لو رسمت علاقه بين كي بي ضرب اكس مع اكس شو بتطلع؟ اعتبر عندك في اقتران زي هيك، كي بي ضرب اكس وتغير معين اسمه اكس، ورسمت كي بي ضرب اكس مع اكس شو بتطلع؟ علاقه خطيه، علاقه خط مستقيم. شو السلوب تاعه هذا الخط المستقيم؟ كي بي. كي بي يعني بتعرفوا هاي الاشياء معناته انت، يعني بتعرفوا هاي الاشياء. ليش ما شفناها في الاجوبه؟ يعني بعض الاحيان يا اخوان اعترضتوا على انه الاسئله باول الفصل سهله طب هذا سؤال اسهل من اسئله السنه اللي فاتت، مش اسئله اول الفصل. 2 باي اف سي تي انت دغري بدك تستبعدها، يعني حتى لو بتحزر حزر بدك تحكي لي الحد الثاني. حتى لو بدك تحزر حزر مفروض تحكي لي الحد الثاني، فارجو انه يصير عندنا شويه تركيز افضل. انتوا عم تضيعوا علامات المشاركه باخطاء يعني لا يجب ان تخطئوها. طب دكتور، نعم، البنت اللي قبلي حكت كي بي، حكت لها لا؟ حكت كي بي، وكي بي بقول لها لا ومية ألف لا، لأنه كي بي عبارة عن ثابت. شو علاقة كي بي في ام اف تي؟ أنا أقول إنه اللي بيعتمد خطياً على ام اف تي كي بي ضرب ام اف تي مش كي بي. في فرق كبير بين كي بي وكي بي في ام اف تي. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، هاي أمور دقيقة ولو إنه هي بسيطة. أي نعم، لكن هي أمور دقيقة والخطأ فيها يعني يعتبر مشكلة. ما بدي أستعمل ألفاظ ثانية أنا. كي بي شيء وكي بي في ام اف تي شيء آخر تماما. يعني دكتور هسه هي الفيس صح اللي هي الكي بي في ام اف تي هي بتعتمد. أيوه هاي كلمة حق، هاي كلمة حق. أنا كان نفسي أي واحد يحكي لي الفيس حتى لو ما حكى لي كي بي في ام اف تي. ليش؟ لأنه كي بي في ام اف تي هي الفيس. إذا بتقارن مع هون، قارن هاي مع هاي، هاي الفيز وين؟ بالمعادلة الثلاثة وين الفيز؟ فاي سي اللي هي بعد 2 باي اف سي تي. طب شو في بعد 2 باي اف سي تي هون؟ كي بي في ام اف تي. إذن الفيز تبع معادلة أربعة هو عبارة عن كي بي ام اف تي، وهو الذي يعتمد خطيا على الام اف تي. حد عنده أي سؤال؟ طيب هلا مثل ما اتفقنا إنه 2 باي اف سي تي تمثل الانجل اوف ذا ان موديليتد كارير. يعني أنا لو جيت على معادلة ثلاثة الانجل تاع الان موديليتد كارير هو 2 باي اف سي تي زائد فاي سي. لو أخذنا منه حالة خاصة فاي سي بتساوي صفر، وهي الحالة الخاصة سنستعملها على طول. ماشي، احنا مش انترستد بالفاي سي، خلاص الفاي سي من الان فصاعدا زيرو. فبالتالي بيكون ال2 باي اف سي تي هي الانجل كامله، لكن الانجل كامله لما يكون عندي ان موديليتد كارير فقط، والفيز بتكون زيرو، والتردد بيكون اف سي حسب الجواب. هذا السؤال من الاسئله اللي جاوبتوهم لما اشتقينا هون وطلعنا التردد اف سي. ف الكي بي عبارة عن ثابت، وهذا الثابت إذا بتتذكروا لما تكلمنا على الكي اي اللي سميناه الامبليتيود موديليتر سنسيتيفيتي، كان الكي اي مضروب بام اف تي برضه، وقلنا انه هذا يعطي دورا اكبر او دورا اصغر للام اف تي في عملية الموديليشن. نفس الكلام ينطبق على الكي بي. لاحظ انه بهاي الثيتا اي اوف تي لو كان الكي بي عالي هذا بعطي يعني مساهمة أكبر للإم اف تي، لأنه إم اف تي انضربت بمقدار كبير، ولو كان الكي بي قليل لا أعطى دورا أقل للإم اف تي. لو كان الكي بي صفر بلغي دور الإم اف تي تماما، ولا لا بلغي تماما دور الإم. فالكي بي بنسميه الفيز موديليتر سنسيتيفيتي أو الفيز سنسيتيفيتي أوف ذا موديليتر.
وهذا هاي الوحدة تاعته عبارة عن radians per volt، لأنه هذا الوحدة النهائية للثيتا I of T عبارة عن radians. أي شيء داخل كوساين، يعني أي شيء ينطبق عليه صفة الأنجل، لازم تكون الوحدة تاعته كم؟ شو تكون الوحدة تاعته إذا كان أنجل؟ radians. لازم تكون راديان، انتبهوا مش راديان بير سكند، راديانس بير سكند هي للانجلر فريكونسي، يعني للأوميجا آي اللي هي 2 باي ضرب اف آي أو 2 باي ضرب اف سي، 2 باي ضرب أي تردد، هذا بصير عبارة عن انجل، وبالتالي الوحدة تاعته عبارة عن راديانس، وبالتالي حتى يزبط معنا الكي بي في ام اف تي تطلع بالراديانس لازم تكون الكي بي لحالها بالراديانس بير فولت طبعاً، وهذا على فرض إنه إم وفتي عبارة عن فولتج، وإحنا تكلمنا إنه سنمشي على هذا الفرض، سنعتبر الإم وفتي عبارة عن فولتج والسي وفتي عبارة عن فولتج for convenience we have assumed that the angle of the unmodulated carrier is zero، يعني حطينا الفاي سي بتساوي زيرو وستبقى هكذا على طول. The phase modulated signal is thus described in the time domain by. هلا معادلة خمسة، أنا شو عملت؟ معادلة خمسة، أنا كل اللي عملته إذا بتطلعوا، وهي يا أخوان بدي أعلمكم شغلة مهمة جدا تعلموها عن كل موضوع الأنجل موديليشن. إذا بتلاحظ أنت تستطيع بكامل الاستطاعة تكتب الـ S of T مباشرة بعد ما تعرف ثيتا I of T. ولذلك خطوة الحل لأي سؤال، خطوات الحل لأي سؤال بمواضيع الأنجل موديليشن لابد أن تبدأ بمعرفة ثيتا آي أوف تي. ما تحاول تحل السؤال قبل ما تكون عارف ثيتا آي أوف تي. متى ما عرفت ثيتا آي أوف تي بتحطها داخل الكوساين وبتضلك ماشي مشان تحقق معادلة رقم واحد اللي هي معادلة الأنجل موديليتد سينال. إذن أنا عندي سؤال على أنجل موديليشن سواء كان FM ولا PM ولا شو ما يكون، خطوة رقم واحد شو بعمل؟ بجيب الثيتا I of T. هيني أنا هون جبت الثيتا I of T تبع الفيس موديليشن. إذن شو بعمل بهذا الثيتا I of T؟ مثل ما هو بنشيله بنحطه داخل الكوساين مكان ثيتا I of T، وبالتالي بتصير هيك العلاقة. طلع AC ضرب كوساين ثيتا I of T، هذا اللي جوا كله ثيتا I of T. هيو قارن هون وقارن هون، تجد نفس الثيتا آي اللي عرفناه على إنه عنده علاقة خطية مع إم أوف تي حطيناه هون، وبالتالي هذا الإم كاملاً داخل الكوساين. إذا بتلاحظوا بالأي إم كان الإم مش داخل أي كوساين، كان مرات الإم نفسه يكون كوساين، لكن الإم كان مضروب بالكوساين تاع الكارير. هذا الإم اللي هون مش مضروب، هذا داخل الكوساين، هذا صار جزء من الانجل، وبالتالي هون عملية التريجونومتريك ايدنتيتيز والفري ترانسفورم بروبرتيز ستكون نوعا ما اصعب شوي من الاي ام، لانه بده يصير عندي كوساين اوف ام اوف تي مش كوساين 2 باي اف سي تي ضرب ام اوف تي. من ناحيه رياضيه الفرق بينهم فرق كبير، هذا شوي ببين معنا واحنا ماشيين. كمان الان ننتقل على الفريكونسي موديليشن سينال. فريكونسي موديليشن is that form of angle modulation in which the instantaneous frequency if I is varied linearly with the message M. حتى ما نكثر كلام، احنا شفنا هون انه الفيز كان يعتمد خطيا على الام، لانه KP ضرب M of T هي الفيز، وKP ضرب M of T تعتمد خطيا على الام، اذا الفيز يعتمد خطيا على الام. طيب أنا كيف بقدر أخلي الـ instantaneous frequency تعتمد خطياً على الـ M؟ أيوة اقرأ هاي المعادلة جيداً، تجد إنه عبارة عن أو الـ FI of T عبارة عن FC مقدار ثابت، وبعيد وبكرر هذا FC مقدار ثابت، لا بيعتمد على الـ M of T ولا على غير الـ M of T، هذا مقدار ثابت وبس. فبالتالي هذا المقدار الثابت شو جمعت له أنا؟ جمعت له KF ضرب M of T،
إذا كان قبل شوي قلنا أنه KP ضرب M of T يعتمد خطياً على M، إذن هل KF ضرب M of T يعتمد خطياً على M؟ طبعاً أيضاً الKF عبارة عن ثابت. أيوه، فأنا عندي KF ضرب M of T تعتمد خطياً على الM. لو رسمت هاي هذا الفانكشن KF ضرب M رسمته مع M، لابد أنه يطلع معي خط مستقيم. وكذلك لو رسمت الـ FI كله، ماشي، رسمت الـ FI كله كمعادلة مع الـ M، لابد أنه يطلع عندي خط مستقيم، والسلوب تاع هذا الخط المستقيم يساوي KF. طبعاً وجود الـ FC ما بيأثر على أنه خط مستقيم أو لا، بيأثر شوي على موقع الخط المستقيم حسب قيمة FC تحرك الخط المستقيم، لكن على المحور العمودي، ولكن يبقى خط مستقيم بنفس السلوب حتى لو اختلفت FC. حد عنده أي سؤال؟ طيب، هلا الـ FC كالعادة هي عبارة عن الـ Frequency of the Unmodulated Carrier، and KF عبارة عن ثابت. لما كان الثابت مضروب بالـ M of T مشان يعطيني الفيز KP، سميناه الفيز Modulator Sensitivity. هلا الآن الثابت مضروب بالـ M مشان يعطيني علاقة خطية ما بين الفريكونسي والإم، إذن هذا عبارة عن الفريكونسي موديليتر سنسيتيفيتي أو الفريكونسي سنسيتيفيتي أوف دي موديليتر. المهم إنه يعني سنسيتيفيتي بالنسبة للتردد. كان عندنا أوريدي سنسيتيفيتي للأمبليتيود، صار عندنا اليوم للفيز وللفريكونسي. طيب أيضا حتى إنه يطلع هاي الوحدة اللي هون لازم تكون بالهيرتز، وحدة الإف ولا لا؟ حكينا انه الاوميجا وحدتها بالراديانس بير سكند. طب الاف وحدته شو؟ الاف وحدته عباره عن هرتز، وبالتالي هذا الاف سي ايضا هرتز، ولذلك كي اف ضرب ام اوف تي لازم تكون هرتز. اذا كي اف لحاله بده يكون هرتز بير فولت. وترى هاي يا اخوان بتيجي اسئله امتحان، بسالك شو وحده الكي اف او وحده الكي بي او غيره، ولذلك يعني ما نحفظهم، نحاول إننا نستوعبهم، لأنه قد يكون السؤال يعني فيه شغلة مش مباشرة. حدا عنده أي سؤال؟ طيب أنا عندي سؤال الآن، عندي FI of T، هل أستطيع استعمال هذا الـ FI of T في المعادلة رقم واحد مشان أطلع الـ S of T؟ بشكل مباشر لا، لازم نحوله الآن. أحسنت، نعم هذا جواب ممتاز. يعني أنا FI لحاله ما بنفعني مشان أستعمله بمعادلة واحد، أنا قلت لابد من ثيتا I، فإذا كان لابد من ثيتا I معناته الأولى أن نحسب الثيتا I، وبعد ما نحسب الثيتا I ونتأكد أنه حسبناه بشكل سليم نعود إلى المعادلة واحد. طيب خلينا نحسب الثيتا I. إذا كان العلاقة هاي العلاقة هي تربط لك الفريكونسي مع الانجل على شكل مشتقة، اذا لو بدي اربط الانجل مع الفريكونسي بدها تكون علاقة تكامل، مظبوط ولا لا؟ لما يكون الاقتران الاول مشتقة الاقتران الثاني، معناته الاقتران الثاني تكامل الاقتران الاول ولا لا؟ هذا كالكولس 101 وكلنا بنعرفه. فاذا انا عندي هاي العلاقة انه الثيتا اي اوف تي هي عبارة عن تكامل هاي كامل، طبعا بدك كامل وتضرب بي 2 باي، شايفين integrating and multiplying by 2 باي، لأنه هون أشتق وأقسم على 2 باي، بتجيب 2 باي على الطرف الثاني وبعدين بتكامل الطرفين بيطلع عندك زي هيك. إذا لو كاملت الـ FI of T، لو كاملت الـ FI of T وضربته بـ 2 باي، بدك كامل الـ FC. شو تكامل الـ FC with respect to time؟ كم يا شباب تكامل FC؟ FC في time، FC ضرب T، FC ضرب T. طب بنضربه بكمان 2 باي، شو بيصير هيك ولا لا؟ بيصير هذا الحد. طيب المقدار الثاني بدي أكامله وأضربه ب 2 باي، هاي كاملته.
طبعا كي اف تخرج خارج التكامل ما عندها مشكلة، هاي ليه؟ لأنها ثابت، فتخرج برا التكامل. يبقى الام اف تي داخل التكامل، الام اف تي ما بيقدر يخرج برا التكامل. ليش؟ لأنه ام اف تي يعتمد على التي، وانا بدي كامل على التي، فبتصير 2 باي كي اف ضرب تكامل ام اف تي. وناخذ هذا الثيتا اي كما هو. هلا صار عندي في ثيتا اي، بنفع الان اعوض بمعادله واحد؟ اه بنفع، بنفع. فبناخذ الثيتا اي مثل ما طلعت معنا بالضبط، لا بنغيرها ولا بنبدلها، بنحطها داخل الكوساين. شايفين الموضوع سهل مش صعب؟ اللي بيطلع معك ثيتا اي بتحطه داخل الكوساين. مين عنده اي سؤال؟ طيب هلا هذا الكلام اللي هون له علاقة بشكل الـ FM أو الـ PM signal، اللي هو أنا لا أعرف إذا كان في رسومات هون، لا يبدو لي ما فيش رسومات. طيب خلينا نرجع له شوي بنوضح لكم إياه حتى لو كان بدون رسومات. تعالوا نتطلع على المعادلة رقم 6. طيب نتطلع على المعادلة رقم 6. اولا المعادلة رقم 6 بتعطيني التردد اللحظي as function of time، وهو يعتمد على m اللي هي function of time. يعني الان لو بدأنا من عند الام، هاي الام مش هي مع لما يتغير التايم تتغير الام او لا؟ تتغير، يعني هاي الام بتزيد وبتقل، هاي الام اوف تي بتزيد وبتقل مع التايم. طب هل هذا يعني انه ايضا الاف اي تزيد وتقل مع التايم؟ طبعا صح، ما بدها سؤال. طالما الام اللي هو بيعتمد عليه التردد يزيد ويقل مع التايم، اذا التردد نفسه يزيد ويقل مع التايم، وهذا التردد اللحظي. اذا ستأتي أوقات يكون فيها تردد الـ S of T تردد عالي. ليش؟ لأن الـ FI of T كانت عالية. وستأتي أوقات أخرى يكون تردد الـ S of T أقل. ليش؟ لأن الـ FI of T صارت أقل. هل حد عنده مشكلة مع هذا الكلام؟ FI بتزيد وبتقل. ليه؟ لأنها بتعتمد على M اللي هي بتزيد وبتقل. فإذا تردد الـ S of T يزيد ويقل. طبعا الاس اوف تي عباره عن كوساين، ما انتم شفتوها، هي عباره عن اي سي كوساين ثيتا اي اوف تي. فالكوساين قيمه بتوين بلس ماينس 1 ضرب اي سي. لكن هذا مش كوساين زي الانموديليتد كارير تردده اف سي ثابت، ترسم الكوساين وبيضلك ماشي. هذا كوساين اي نعم، لكن تردده مرات بيزيد ومرات بيقل ومرات بيزيد ومرات بيقل. وبالتالي تجد ان هناك في رسمة الاس اوف تي بعض التخلخلات وبعض التضاغطات. ايش يعني؟ لما التردد يقل الكوساين بيفرد، تتباعد الزيرو كروسنجز، هذول اللي بتكلم عنهم، بصير الفرق بين البيريود والبيريود كبير حتى ينتقل من الموجب للسالب ويعود من السالب للموجب. ليه؟ لانه التردد قليل. لما الاف اي تعلى لانه الام عليت مثلا، بصير هاي التخلخلات تنقلب الى تضاغطات. الاشاره بتطلع وبتنزل ات كروسز ذا زيرو مور فريكوينتلي، فبصير هذا التضاغط. طبعا افضل شيء انك تحاول ترسمه على الماتلاب حتى انك تشوف هاي التخلخلات والتضاغطات، بتبين معك الاشاره انه مرات لها تردد عالي مرات لها تردد قليل. لو جينا الآن نقارن معادلة 5 مع معادلة 8، وهي المقارنة يا إخوان كثير 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 مهمة عشان تزبط معنا ما نظلش طالعين نازلين. خليني أنسخ معادلة 8 كمان هون ونتطلع عليهم دغري. طلعونا الآن عليهم دغري هدول.
افترض، وخليني مشان انا اسهل لكم الموضوع، بدي اعمل تغيير بسيط بكل معادلة منهم. بس عبين ما يرد علي البرنامج بالضبط، هي المرة الأولى بيطول شوي بعدين ببطل يطول. طلعوا أنا شو عملت. أنا اعتبرت أنه لمعادلة 5 اللي هي معادلة بي ام ما ننسى، ومعادلة 8 هي معادلة اف ام، استعملت للبي ام مثلا مسج اسمه ام 1 اوف تي، واستعملت للاف ام مسج اخر اسمه ام 2 اوف تي. كويس لحد هون؟ مش شرط انه المسج يعني دائما يكون اسمه ام اوف تي، قد يكون حتى اسمه جي اوف تي ولا دبليو اوف تي ولا كيو اوف تي، فاحنا بنسميه مثل ما بدنا. ولو انه يعني اغلب الاوقات بنسميه ام اوف تي مشان تضل الصوره عالقه بالذهن فقط، مش لانه لازم يكون اسمه ام اوف تي. طبعا هو حصل مرات استعملنا M1 of T and M2 of T، نعتبر هاي حالة زيهم. مرة كان عندي M1 of T استعملته للـ PM، مرة ثانية كان عندي M2 of T استعملته للـ FM. السؤال وأرجو أن تطلعوا كويس على المعادلتين، لو كان M1 of T هو عبارة عن تكامل M2 of T، يعني لو M1 و M2 في بينهم علاقة بحيث إنه M1 of T هو عبارة عن تكامل الـ M2 of T، مش بتصير معادلة 5 زي معادلة 8 مع فارق بسيط في موضوع الثوابت، يعني الـ KP والـ 2 pi KF وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بالمسج. هون عندك تكامل المسج وهون عندك تكامل المسج ولا لا؟ خليني أعيد، ركزوا معي شوي. افترض انه M1 of T بتساوي تكامل M2 of T، فبدك تشيل M1 of T وتحط مكانه تكامل M2 of T. خلنا احط لكم اياها مشان يعني تقول بتصير دبل انتجرال دكتور. طيب طول لي بالك ثواني، بس ثواني. M one of the تكامل M two of the. هلا إذا كان هيك مش بتصير S of T، خلينا نجيبها هون حطها هون، بدي اشيل M1 شايفين واحط مكانه تكامل M2 ولا لا؟ هي تكامل M2. ديتي عمل صح انا ولا لا؟ تمام دكتور. ايوه. هلا السؤال لما تقرا اس اوف تي من هون واس اوف تي من هون اللي هي نفس الاس اوف تي، انا فقط كل اللي غيرته خليت ام 1 تساوي تكامل اقتران ثاني اسمه ام 2 اوف تي. انا ناسي هون الدي تي، هاي الدي تي، يعني هاي الاشاره هي زي هاي الاشاره. طب هاي الاشاره اعتبرناها بي ام بالنسبة لـ M1 of T، صح؟ هي عبارة عن PM signal بالنسبة لـ M1 of T. هاي الإشارة شو؟ هاي الإشارة عبارة عن FM signal بالنسبة لـ M2، يعني عبارة عن FM signal بالنسبة لتكامل M1. نفس الـ PM signal بالنسبة لـ M1 هي عبارة عن FM signal بالنسبة إلى تكامل M1. حد مش شايف هاي النقطة؟ دكتور لو سمحت تعيدها. خلينا نعيدها. أنا الإشارة كانت عندي زي هيك، وهي عبارة عن PM signal بالنسبة لـ M1. ما أظن أنه في حد مختلف معانا الآن. هاي
هاي الإشارة لمعادلة خمسة يا إخوان، هي بي إم سيجنال بالنسبة لإم ون. هل حد عنده مشكلة؟ هذا التعريف اللي عملناه أوريدي. طيب افرض طبعا أي إشارة بتقدر تعملها أنه هي تكامل إشارة ثانية، مظبوط ولا لا؟ أي إشارة هي تكامل لإشارة ثانية. فأنا بقول لك افترض مثلا أنه M1 of T هي تكامل الـ M2 of T. طيب بعوض مكان M1 تكامل M2 of T، بيطلع عندي هيك. حد عنده مشكلة لحد هون؟ طالما أنا كل ما هنالك عوضت مكان M1، إذن هاي المعادلة هي نفس هاي المعادلة. والآن تأتي القراءة، نقرأ المعادلة الأولى اللي هي رقم خمسة، يعني على إنها PM signal بالنسبة لM1 ما في إشي جديد. طب كيف نقرأ المعادلة الثانية وهاي الآن قارنها مع ثمانية؟ أي هاي ثمانية عندك. هلا ثمانية شو هي؟ ثمانية عبارة عن FM signal بالنسبة لM2 مش بالنسبة لتكامل M2. ثمانية FM signal بالنسبة لمين؟ لM2. فإذا هذا FM signal بالنسبة لمين؟ لM2 بالمقارنة. إذا كان FM signal بالنسبة لM2 معناته هو FM signal بالنسبة لمين؟ أو يعني PM signal بالنسبة لمين؟ لتكامل الM2 اللي هو M1. طلعوا عليه، إذا لسه في مشاكل بعيدة. حد عنده سؤال محدد يعني عن نقطة محددة برضو يسأل. دكتور؟ نعم. هيك يعني in general صار لكل PM أو يعني لكل P modulation في إله بالمقابل frequency modulation؟ بس نعم. رح يتغير على المسج، حيكون على مشتقة المسج اللي كانت الـ P modulation. خلينا أحكي لك يا نعم، خلينا أحكي لك أنا بالطريقة القصيرة. هاي السيجنال، هاي السيجنال اللي هي عبارة عن PM signal بالنسبة لـ M1، هي PM signal بالنسبة لـ M1، هي أيضا، هي أيضا عبارة عن FM signal بالنسبة لـ M2، اللي هو إذا ربطت بين M2 و M1، نعم M2 بيكون مشتقة M1. تمام، كلامك صحيح يعني. نعم، اي بي ام سيجنال اللي بالنسبه لام 1 هي اف ام سيجنال بالنسبه لمشتقته، اي اف ام سيجنال بالنسبه لام 2 هي عباره عن بي ام سيجنال بالنسبه الى تكامله. هل في اسئله يا شباب؟ خلينا هذول نشيلهم. طيب إذن هذا الكلام اللي حكيناه هي موجود هون، هذا القسم الأول تاع التردد، كيف التردد اللحظي بيزيد وبقل. هذا الكلام اللي هون على موضوع انه لما اشتقينا الام 2 او كاملنا الام 1 او الى اخره بنحول من بي ام الى اف ام. هلا اخوان هذا السبب وهي العلاقه الوثيقه انه انا بقدر اعتبر اي اف ام سيجنال هي بي ام سيجنال واي بي ام سيجنال هي اف ام سيجنال، اللهم ببدل الاشاره ومشتقتها والاشاره وتكاملها. معناها انا مش لازم ادرس الاثنين بالتفصيل، يكفي أني أدرس واحد منهم فقط بالتفصيل، والمواصفات الموجودة بواحد منهم يعني على الأغلب تكون موجودة بالآخر بدون أي تحويل يذكر، إلا إذا تعلق الأمر بالإم بصير بدل إم تكامله أو بدل إم مشتقته فقط، هذا كل ما يتغير. طبعاً إحنا بعد هاي اللحظة كل أنواع الأنجل موديليشن اللي راحين نشوفهم هي FM مع بعض الاستثناءات القليلة، يعني بمعنى آخر إنه الـ PM لسه راحين نشوفه بس شوي مش كثير، بس شوي مش كثير، لأنه راح نشوفه بطريقة تخدم الـ FM فقط.
ولذلك الآن لما ندخل على موضوع الفريكونسي موديليشن، الفريكونسي موديليشن سيجنال is defined by equation 8، هاي آخر معادلة شفناها قبل شوي، is a non-linear function of the modulating signal M. أيوة طيب، هل هذا الكلام أيضا هو يقال عن الـ PM للعلم؟ يعني الآن الموديليشن كله عنده علاقة غير خطية مع الـ M. ليه طيب؟ ليه طيب؟ لأنه إذا بتلاحظ على الـ PM، نبدأ بالـ PM، هاي الـ S عبارة عن كوساين of M of T، موجود الأشياء الأخرى يعني، لكن الـ M of T كيف داخل على الـ S؟ لك أنت ماخذ كوساينه، ماخذ كوساين الـ M. هل الكوساين اقتران خطي؟ لا، الكوساين غير اقتران غير خطي، والعلاقة الخطية الوحيدة اللي موجودة بين الـ S of T والـ M هي فقط إنه الفيز تاع S of T يتناسب بشكل خطي مع M. لما نقول إنه الفيز تاع S يختلف عن S، الفيز تاع S مش هو S، فإذا كان الفيز يتناسب خطيا مع M هذا لا يعني إنه الـ S تتناسب خطيا مع M ولا لا. كذلك الأمر تقول عن 8 إنه الفيز والفريكونسي تبع الاس يتناسب خطيا مع ام، الا انه الاس لا يتناسب خطيا مع ام على اساس ان عامل كوساين لتكامل الام. طبعا كوساين لتكامل الام ولا كوساين للام، موضوع اللي النونلينيريتي لساته قائم. فهاي البدايه عباره عن علاقه غير خطيه. طيب، which makes frequency modulation a nonlinear modulation process. Consequently, unlike amplitude modulation, the spectrum of an FM signal is not related in a simple manner to that of the modulating signal. حقيقة الأمر هذا الكلام إحنا رايحين نشوفه بالتفصيل ونشوف كيف إنه الباند بتاع FM يعني بدنا نحسبه بطريقة مختلفة تماماً عن اللي حسبناه بالAM. ليش؟ لأنه بالAM أصلاً ما تعبنا ولا غلبنا، يعني كنا نحله بالنظر، نطلع الباندويث تقريبا بالنظر بس نرسم الفيجر بالفريكونسي دومين. هلا هون صح انت بتجيبه اذا رسمت الفيجر بالفريكونسي دومين، لكن السؤال المهم هل تستطيع انك ترسم السينال بالفريكونسي دومين بهاي البساطه؟ لا، هون المشكله انه الانجل موديليتد سينال سواء كانت اف ام او بي ام ليس من السهول الوصول للفريكوانسي دومين تبعها للوهلة الأولى. هلا احنا رايحين نعمل جهدنا انه نحولها لشغلات سهلة يعني، لكن هذا مش من اللحظة الأولى، لابد انه نعمل بعض الأمور بالأول. وهاي الأمور أولا عندنا نقطتين هاي زي ما تشايفين. أولا سنأخذ الحالات البسيطة جدا، يعني لا نأخذ القاعدة العامة للإف إم اللي هي معادلة رقم 1 وبالتالي معادلة رقم 8. عارفين معادلة 1 ليش؟ لأنه معادلة 1 تنطبق على كل الأنجل موديليشن حتى لو صار إف إم، لابد بالأول أجيب له ثيتا آي وأعوضه بمعادلة رقم 1، ماشي؟ يعني معادلة 8 نفسها مستنتجة من معادلة 1. طيب، فإذا إحنا مش رح نقدر نترك الموضوع بعموميته، رايحين نضطر نفرض تبسيطات، وهاي التبسيطات على رأسها إنه M of T is a single tone، ماشي؟ single tone. طبعا قضية النارو باند هاي المكتوبة هون سبق إنه كلمناكم عنها وقلنا إنه النارو باند هو حالة خاصة من الباند باس، بيكون الباند ويد very small compared للكارير فريكونسي. هلا في الحالة هاي بالذات حالة السينجل تون اف ام راح يكون ايضا له النارو باند تعريف ادق لا يتعارض طبعا مع ما قبله، يعني احنا لما يكون عندنا اشي بعدين ناخذ اشي ثاني ادق منه لا يفترض انه هذا الادق يتعارض، بل يفترض انه الادق بالضرورة لا يتعارض لكنه ادق. هلا حتى الادق في كمان ادق منه مع انه لا يتعارض، فهذا اللي بده يصير معنا. رحين نحرف
الاس اوف تي على انه فيها سنجل تون فقط، وبالتالي الباندويد بتاخذ شكل معين، وهذا الشكل ممكن انه يكون نارو باند، فراح نشوف كيف بنخلي نارو باند. ايضا بعد ما نخلص من موضوع النارو باند ولا السنجل تون، سنجل تون اند نارو باند، راحين نشوف السنجل تون بس مش بالضروره نارو باند، يعني وايد باند. فهذا يدل، وهذا الكلام هي مكتوب بالنقطتين، انه سنجل تون لحالها لا تضمن انه يكون نارو باند. تستطيع انك تجيب الام اوف تي سنجل تون لكن يطلع الاف ام وايد باند، وتستطيع اذا ضبطت الشروط انك تجيب الام اوف تي سنجل تون وتطلع الاف ام سيجنال نارو باند. ماشي، هذا اللي بدنا نسويه. طيب هل يا ترى رايحين نشوف اف ام المسج فيه مش سنجل تون؟ يعني الجواب القصير لا، انه دائما الام اوف تي حتكون عندنا سنجل تون. احنا تكلمنا سابقا انه السنجل تون ليست اشاره ترسل، مظبوط، لا بالاف ام ولا بالام ولا بالديجيتال ولا باي نظام، لكن هاي الاشاره للتعلم، للتعلم عشان احنا نتعلم شو اللي بده يصير. فانتم شايفين انه لو تركنا الام اوف تي على يعني عموميتها، معنات الامور خلص بيخلص الاف ام تقريبا هون، ما في شيء كثير نقدر نعمله. الرياضيات بتصير صعبه لدرجه انه فعلا صعب نمشي، لكن اذا فرضنا الام اوف تي سنجل تون لا بنمشي، والصراحه انه بنمشي كويس، يعني راح تشوفوا الموضوع مش صعب ابدا. هو صعب فقط اذا كان الام اوف تي جنرال، اذا كان الام اوف تي جنرال صراحه بصير صعب، وبصير صعب مش على الطلاب فقط، لا بصير صعب على الجميع. فاحنا رايحين نبسطه ونخليها فقط سنجل تون لاغراض التعلم، ليس لاغراض انه هذا السنجل تون كثير كثير مهم، يعني وما له اهميه تذكر من الناحيه العمليه. ماشي، اذا لو اخذت الموديليتنج سيجنال بهاي الطريقه، احنا عارفين الموديليتنج سيجنال هي المسج، يعني فقلنا انه ام اوف تي بتساوي ام كوساين 2 باي اف ام تي، هذا نفس السنجل تون اللي استعملناه بالامبليتيود موديليشن. طبعا السنجل تون هو السنجل تون بغض النظر استعملته بالامبليتيود موديليشن او بغيره، فبدنا نستعمله نفسه. طيب لو كان عندي هذا هو الام اوف تي، كيف بدي اجيب له التردد اللحظي للموديليتد سيجنال؟ بدنا نمشي على القاعده هاي، هاي قاعده العلاقه الخطيه ما بين التردد اللحظي وام اوف تي، شايف؟ طبقها حرفيا. هاي طبق، هاي الاف سي موجود زيه، اجاني المنبه تاع الشعب الثاني. طيب ثواني وبننهي يا اخوان، او انه خلص خلينا ننهي لانه هذا موضوع متصل، يعني ما بنقدرش نتوقف هيك في نص، يعني ان شاء الله بنشوفكم بكره يا شباب. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. يعطيك العافيه. بامان الله يا شباب، مع السلامه.